الطالبة والموهبة والبطلة، واللي لو قلنا ما قلنا اللي رفعت العلم هذا عالي في محفل دولي. سمعوني تحية قوية، اللولوة الشيحة. بهني وطننا الحبيب وقادتنا الحكيمة وشعب السعودي جميعا باليوم الوطني. أنا طالبة لولو زياد الشيحة، إحدى طالبات موهبة وحاليا طالبة طب في جامعة الملك سعود. اليوم راح أتحدث لكم قليلا عن تجربتي مع موهبة وكل الأشياء اللي واجهتها والصعوبات اللي واجهتها وكيف تعديتها وإيش استفدت من موهبة وغيرها. أولا أحب أقول لكم عن بدايتي مع موهبة. هي صراحة كانت شوية في الغصب، يعني أول ما نقلنا على الرياض كان ما كنت أعرف أحد هنا ولا كنت ما كان عندي نشاطات أسويها، فأمي قالت لي قدمي على موهبة واختبري اختبارهم وشوفي إيش يصير. فجربت وقدمت والحمد لله قبلت وترشحت لي برنامج صيفي اسمه SRSI اللي هو Saudi Research Science Institute. هذا البرنامج هو برنامج صيفي لطلاب الطلاب الثاني الثانوي يقام في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية. في هذا البرنامج أمضينا 6 أسابيع جدا جدا جميلة لكن جدا جدا صعبة. اشتغلنا في معامل من أفضل المعامل واشتغلنا على أبحاث، هي أبحاث لطلاب وطالبات درجة الماجستير، لكن الجامعة الحمد لله وفرت لنا السبل لنا نشتغل في هذه المعامل وعلى هذه الأبحاث رغم صغر سننا. طبعا هذا كله بمساعدة موهبة والجامعة. طبعا انا مشروعي اللي اشتغلت عليه في موهبة في كاوست كان عبارة عن تأثير الأضواء الليزر ذات الطول الموجي الواحد على نمو النباتات، فالحمد لله حققنا نتائج جدا إيجابية في هذا المشروع، بحيث أننا قدرنا نزرع النباتات بنسبة 30% أسرع من الزراعة الاعتيادية، وقللنا استهلاك المياه بنسبة 30% وقللنا بنسبة 90% وقللنا استهلاك الطاقة بنسبة 40%. فهذا كان إنجاز جدا جدا عظيم. وأول ما خلصت من البحث في يعني لما طلعت ال preliminary results وشفت إنها جدا جميلة الحمد لله، قررت إني أشارك في إبداع. إبداع هي مسابقة تقام على مستوى المملكة، أولاً يكون في ترشيح على مستوى المناطق ومن بعدها على مستوى المملكة للبحث العلمي والابتكار. فدخلت في مسار البحث العلمي في مشروعي هذا، وبعدها الحمد لله يعني بعد تعب وعدة تصفيات الحمد لله حققت المركز الثاني على مستوى المملكة. ومن بعدها كان في الورشة اللي تأهلنا لإنتل ISAP. فلما دخلت على هذه الورشة كنت في البداية متخوفة إنه كيف راح أقدر أروح لإنتل ISAP وأصلاً كيف راح أقدر أواكب مع دراستي، ويعني أنا كنت ثالث ثانوي وتقديم على جامعات وغيرها. فأكيد الكل هنا إذا عندكم أبناء أو إذا أنتوا يعني في المراحل الدراسية تعرفون هذا الضغط اللي يواجهونه طلاب وطالبات ثالث ثانوي. فقلت إنه يلا راح أكمل، وأهلي أمي وأبوي وخواتي كلهم ما قصروا وشجعوني وساعدوني في كل شيء عشان أوصل للي أحتاجه. فمن بعدها دخلت على الورشة والحمد لله اجتزتها ورحت لآيسف. طبعاً ما أقدر يعني أقول لكم عن كيف إحنا اللي شاركنا في آيسف ممتنين جداً جداً لموهبة والمملكة العربية السعودية اللي وفرت لنا كل السبل وكل الأشياء اللي كنا نحتاجها بحيث أننا نقدر نقدم أبحاثنا بطريقة سلسة وسهلة وجميلة من ناحية المحتوى العلمي أولاً ومن ناحية أيضاً إيصال الفكرة للمحكم ثانياً. فوفروا لنا طلاب وطالبات ماجستير ودكتوراه ودكاترة في كل المجالات اللي كانت أبحاثنا فيها وساعدونا في هذه الأبحاث. ومن بعدها كان يوم التحكيم جدا صعب، لكن الحمد لله كنا كلنا مرتاحين لأننا عارفين أننا
دربنا زين وبذلنا جهد لمدة سنة كاملة عشان نطلع ونوري العالم هذا البحث اللي احنا اشتغلنا عليه وهذا الابتكار اللي احنا اشتغلنا عليه. ففي مسابقة ISF انتر ISF كان في اكثر من 70 دولة مشاركة كلهم في ابحاث مختلفة في مجالات مختلفة وفوق 2000 طالب مشاركين ومشاركات. والمملكة الحمد لله حصلت على 5 جوائز كبرى في سنتي وجائزة جائزة واحدة جائزة خاصة. والحمد لله كنت أنا أحد اللي حصلوا على الجوائز الكبرى، حصلت على المركز الرابع على مستوى العالم وهذا كان فخر جدا جدا كبير. وحسيت أن كل التعب وكل اللي سويته يعني في الأخير حصلت على النتائج اللي كنت أبغاها. طبعا لما رجعنا من ISF طلاب سنتي وطلاب وطالبات من سنوات قبل وبعد قررنا اننا نمهد الطريق لاخواننا واخواتنا اللي بعدنا. فبدينا مبادره مسيره. مبادره مسيره هي مبادره طلابيه غير ربحيه نساعد فيها الطلاب والطالبات اللي حابين يشتركون في مثل هذه البرامج. فمثلا يعني انتم كاباء او امهات او انتم كابناء وبنات في مختلف المراحل الدراسيه حابين انكم تطورون نفسكم، حابين تشتركون في شيء خارج نطاق المدرسه، بس سجلوا عبر موقعنا في مسيرة وراح تحصلون الدعم والمساعدة اللي تحتاجونها بحيث انكم تعرفون انتم ميولكم ايش، البرامج اللي تناسبكم ايش. وصراحة يعني في اشياء كثيرة المدرسة تعلمنا اياها وجميلة اننا ناخذها، لكن في الجانب الثاني في اشياء مستحيل اننا ناخذها في البيئة الدراسية. في أشياء ما رح نقدر نحصلها في البيئة التعليمية الاعتيادية، مثلاً كيف هذه البرامج رح تسقل شخصياتكم، رح تعودكم على التعامل مع كل الضغوطات اللي ممكن تواجهكم، رح حتى تخليكم مستعدين للجامعة بشكل أكبر، مستعدين للضغوطات اللي رح تواجهكم، مستعدين لكل الأشياء اللي ممكن تمر في طريقكم. فإحنا مرينا في عقبات كثيرة في أثناء التجهيز لهذه المسابقات سواء أنا أو زملائي اللي كانوا معي، لكن الحمد لله بمساعدة موهبة عرفنا نتخطاها منذ الصغر، فالحين صرنا أفضل في التعامل مع هذه الأمور. فزي ما قلت لكم يعني أرجو من الجميع أنكم تسجلون أبنائكم وبناتكم في مثل هذه البرامج اللي خارج نطاق الدراسة، لأنها راح ترجع عليكم بمنفعة جدا كبيرة، وبعد بعد عدة سنين من هذه المشاركات ترجعون في هذه المنفعة وتفيدون فيها البلد بإذن الله. إن إحنا حلمنا بأننا إن شاء الله نجعل المملكة قوة اقتصادية مبنية على اقتصاد معرفي، وما نعتمد على الأشياء الثانية، نعتمد على عقولنا وعقول شبابنا وشاباتنا، وهذا شيء جدا مهم بالنسبة لنا. طبعاً بالنسبة للدعم واللي هو أهم شيء ممكن تحصلونه عشان تشاركون في هذه الأشياء، ما أقدر أقول لكم قد إيش أيام كنت خلاص أبغى أترك أو أبغى أوقف، ما أبغى أكمل، ما أقدر أواكب مع ضغط الدراسة وضغط موهبة، لكن دعم الأهل ودعم المرشدين اللي في موهبة ودعم الجميع، صحباتي خواتي كلهم ما قصروا في أنهم يساعدوني أوصل للي أبغاه. والحمد لله كنت أدعي ربي وكنت أدرس قد ما أقدر وبنفس الوقت أشتغل على هذه البرامج. فطبعا حطوا في بالكم أن أي شخص موهوب ما دام بذل اللي يقدر عليه وجد واجتهد وما دام لقى التعزيز والدعم والمساعدة من أهله وصاحباته والمدارس وبيئته بشكل عام. ختاماً حابة أشكر جميع اللي ساعدوني من مؤسسة موهبة اللي ما قصرت معانا، والوطن الحبيب اللي أبداً ما قصر معانا في أي شيء نحتاجه للوصول إلى أحلامنا، وأهلي طبعاً وصحباتي. وشكراً لكم جميعاً لاستماعكم.